قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل نائحة تكذب إلا نائحة سعد بن معاذ، لأنها ستقول أنك حكمت بحكم الله من فوق 7 سماوات، وهذا واقع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن حكم سعد بن معاذ على بني قريظة بأن يكثروا الكبار ويشبهوا النساء والصغار، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرجعة. كذلك ستقول النائحة الذي سترثي، تقول أنه اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، وهذا واقع، فإنه لما مات في المسجد وقد كان مريض، فنزل جبريل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من هذا يا محمد من أصحابك الذي اهتز العرش طربا قدوب روحه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله سعد بن معاذ. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، قال: ما فعل سعد بن معاذ؟ قالوا: الآن مات، الآن مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أخبرني جبريل بأنه اهتز العرش لموته. هذا النائحة تقول هكذا، وستقول أنه مستجاب الدعوة. لماذا؟ لأنه قال حال ما رماه واحد من المشركين في يوم الخندق، قال: اللهم إن كان الحرب سيستمر بين نبيك وبين قريش فلا تبتني، فلا تبتني لأحارب في سبيل الله، وإن كان آخر حرب بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم فأمتني شهيدا، ولا تمتني حتى تشفي غليلي من بني قريظة الذي نقضوا العهد. فاستجاب الله دعائه، قالت بني قريظة: الحكم بيننا وبينكم سعد بن معاذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحكم سعد بن معاذ بيننا ورضينا به. وحال ما رضي بها الطرفين حكما بقتل الرجال وسبي الذراري والنساء، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرجعة. واستجاب الله دعائه. كذلك ستقول أن الملائكة شيعتك، وهذا واقع، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم كان يمشي بأطراف أنامله، فسئل عن ذلك قال: لكثرة الملائكة، لقد نزل كذا كذا 1000 من الملائكة لا يعرفون الأرض إلا في هذا اليوم، نزلوا لتشييع جنازة سعد بن معاذ. فالذي أتكلم في سعد بن معاذ وتمدحه ستتكلم وتنوح به وتقول هذا.